ورجعنا تاني في يوم سعيد، وزي ما بدأنا حلقتنا طبعا وإحنا بنتكلم عن اليوم العالمي للسرطان، وكنا بنشوف مع حضراتكم على الشاشة معلومات بخصوصه، واتكلمنا عن أكتر من مرة بخصوص نماذج أنها تدعونا للتفاؤل، ويكون عندنا تفاؤل بحيث إن إحنا نشوف لو تجربة صعبة نشوف إزاي صاحبها تجاوزها. فطبعا النهاردة معانا الدكتورة سحر شعبان، مؤسس مبادرة كوني الأقوى كوني سحر، ومدير مؤسسة كيان مصر للتنمية، واستشاري تنمية وأبحاث، وأستاذ علم الاجتماع. أهلا بك يا فندم في يوم سعيد. أهلا وسهلا، صباح الفل. صباح الفل عليك. صباح الخير، يوم حضرتك سعيد. أستاذ سحر، يعني لو بدأنا كده من الصدمة الأولى لأي حد بيتلقى خبر إن هو مصاب بمرض السرطان، وخاصة لو لوحده، الحالة النفسية بتكون صعبة جداً. دوركم هنا كمبادرة بيكون إيه؟ والشخص أصلاً يتصرف إزاي؟ لأن الصدمة الأولى دي هي اللي بتخليه يروح في منطقة الاستشفاء، ينزل في حتة بعيدة الخروج منها بيبقى صعب شويتين. ده حقيقي. يمكن بص، طول فترة الرحلة في أماكن كده صعبة، فنقول أو نمبر ون في الصعوبة هي تلقي الصدمة. لأن الشخص بيبقى ماشي حياته العملية والشخصية وحياته الطبيعية بشكل عام، ولكن لما بيتفاجئ أنه عنده سرطان، طبعا يعني زي ما بيقولوا كده بيحصل له حالة من الشلل التفكير أو الصدمة الصعبة، أنه هو مصدق أو مش مصدق ده حقيقي أو مش حقيقي. فبالنسبة له ده بيبقى صدمة كبيرة جدا، وخصوصا لوحده. لكن لو حواليه، لو معاه حتى كمان الأسرة، على فكرة هما كمان بيجي لهم نفس الصدمة الأولية. أول ما تأثيرهم بيكون أقوى، يعني ممكن هو يكون متماسك والأسرة هي اللي تدي الوقعة دي أو تساعد أنه ينهار. يعني ده حقيقي. على فكرة يعني أنا ما بشوف نماذج معانا في المؤسسة، ويمكن ربما يكون أنا كمان من ضمن النماذج دي، أنه أنا كنت يمكن ربما مستقبلة أو يعني قبل الموضوع افضل وبشكل مريح شويه اكتر من اللي حواليا، لان بالنسبه لهم كانت صدمه، بالنسبه لهم مش قادرين يصدقوا، وخصوصا لو الاسره الكبيره ان كان الاب والام او الاسره الصغيره، وخصوصا لو في اولاد. طب خلينا نعكس الحاله. اتفضل. يعني لو صاحب المرض يعني مصدوم، ولكن الاهل هنا مطلوب منهم يعملوا ايه علشان يساعدوه على تجاوز الصدمه الاولى اللي هي المحطه الاصعب زي ما حضرتك قلت؟ بص، خلينا نتفق ان في مراحل لازم يمر بيها أي شخص بيمر بأزمة، وخلينا نقول أن مرض السرطان إحدى أزمات الحياة الصعبة اللي ممكن تحصل للإنسان. خلينا نقول أنه لازم يمر بالمراحل دي، لازم يدوله وقته أنه هو يتصدم، تمام، ينهار، تمام، فترة ما أنه هو مش مصدق. الواحد أول ما بيتصدم بيجي له حالة من الإنكار، لا ده مش سرطان، لا إن شاء الله مش هيبقى. شوية أول ما بيعرف أنه خلاص يقين أنه هو مريض سرطان بينهار، وده من حقه، سيبوه ينهار، تمام. بعد الانهيار بيبدأ بقى أنه هو بيصدق، أنه يبدأ بقى، هو ده دور الأسرة اللي حضرتك بتقول عليه. المفروض أن الأسرة ما تخليهوش يمر بالمراحل دي فترات طويلة، لازم على قد ما يقدروا ان هم تكون ياخد وقته في ده، ومن حقه يمر بالمراحل دي ولكن فترات قصيره، ياخدوه بسرعه. لان الكلام بيبقى مكرر، واحيانا بيبقى دمه تقيل وبيتعب اكتر ما بيدي الراحه النفسيه. كلامك حقيقي بالظبط، ده اللي بيعاني بيه مرضى السرطان، انه من كتر كلام التعاطف والطبطبة ده بيبقى عبء عليه ولود عليه كبير جدا، تمام. فعشان كده بنقول كل الدائرة المحيطة حوالين مريض السرطان، بلاش التعاطف زيادة، بلاش الطبطبة زيادة. مش احنا بنقول لا ما تتعاطفش، ما تطبطبش، ما تدعمش، ما تساندش، لا طبعا كل الحاجات دي لازم تكون موجودة، بس دايما طول الوقت الاعتدال حلو في كل شيء، الوسطية في كل شيء. ده شيء ما سيبهوش يقعد مع نفسه كتير، ما سيبهوش يفكر كتير. أول حاجة انه ما يسيبهوش ان هو ما يروحش يروح للدكتور لوحده،
دايما لازم طول الوقت بحس ان حد يبقى مهتم بمواعيد زياره الطبيب، مهتم بزياره الجلسات الكيمو لو هيدخل مرحله الكيمياء والاشعه، يحس انه الاخرين مهتمين بيه بالفعل مش بالكلام بس. الكلام ساعات ممكن زي ما حضرتك ما قلتي ممكن يكون عبء عليه او لود عليه جامد، ولكن انا بقول انه ممكن بشكل او باخر نبين له ان احنا مهتمين بيك واخدين بالنا منك. كل لوحده مش لوحدك، انت مش لوحدك، احنا بنتفق بنشوف الدكتور مواعيده الساعه كام، يوم ايه بالظبط، انت محتاج ايه قبل ما انت ما تروح ومحتاج ايه بعد ما بتيجي.